واجه وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى بتطوير مختلف خطوط الإنتاج وتطوير منتجات شركات الإنتاج الحربية، وقال إن الوزارة تعتزم الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك لتصنيع منتجات متنوعة. أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة ستحرص من خلال هذه الشراكات على أن تكون المنتجات التي يتم التعاون لتصنيعها تسد الاحتياجات المطلوبة بالسوق وهناك جدوى من تصنيعها، وأن تكون منتجات قيمة بما يليق بمكانة وزارة الإنتاج الحربي.